عرفت راح ارمي عليه. يلا يلا لحظه شوي، وينه؟ ها ليك 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 رميته. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، يخرب بيتك من حاله. انت مجنونه شو في مخك؟ شي عبالك تضربي عليهم؟ انت معي اللي معهم تضربي علي؟ هي فجرتينا خلصتينا. انا مجنون اصلا، بركت العب معي. ولك اي اي شبه ما انتبهت انه انت معي، يعني مسكين اكل براسه. لحظه لحظه استنوا شوي. شو رايكم بدل ما نبغى نلعب ببجي بالتليفونات هيك وهذا يربح وهذا يخسر ومعصب على بعض، نلعب ببجي هون وعلى الحقيقه؟ ايش شو يعني؟ ما حدا فهم شيء. اقسم بالله انكم لازم تكونوا بمشفى المجانين، ما تكونوا هون. انا اذا بضل بكره الصبح بشرح لكم ما راح تفهموا. كلكم الحقوني على المطبخ بسرعه لحتى تفهموا القصه. يلا ولو شو الحقوني على المطبخ. ابنك طقول على تشيتو، ما انت قبل كان طايق عليك، يعني ما في شيء جديد بالعيله. قومي خلينا نشوف شو به. لحظه اللي عم شوف الفيديو مو حيطيك لسه، حط طايق، اشتري كومنت، اشترك بالقناه، وبقى زر الجرس حتى نصل للمليون ونص باسرع وقت. الله يكمل الفيديو. قوم من عين تطرقك من بين الرجال. اه يا ظهري عبط فجله ولا هالخجله، يخرب بيتك من حالك. شراتيني عين عينك، يخرب بيتك من حالك. وينو هذا المخدوج جايب لك اللي من على المطبخ؟ ولو انا هون. حلو اليوم عم تصوروا شي فيلم اكشن بالبيت وانا ماني خبر، بدي اصور معكم. ولك مسدس اللي بايد على شغله جايبي من بخشين الي. شو رايك اجيب لك الشاشه 500 كمان، ولا اجيب لك مدفع ضوئي تحطه جنبك؟ اسمعوا الخطه. البيت هون فيه خمس اسلحه على قدنا تماما موزعين بقلب البيت. المهم عليكم انتم هلا تدوروا على الاسلحه التقوى وتجهزوا للمعركه، بس احنا هلا خمسه لازم نقسم حالنا فريقين. شو مين مع مين؟ استنوا لك، اذا هيك الخطه انا بدي احط الفريق انا ومكرش ومجوده مع بعض، وانت وابوك مع بعض. موافق؟ انا وابوي مع بعض. جهز ابو بدر. استنى عندك انت، وين موافق؟ مثل البلان هن ثلاثه ونحن اثنين. بعدين انت بدك تستقر لي هون جنبك في برنده، يعني اذا هجم تيم كامل عليك انت بتقعد بالبرنده تقعد بتروح، انا هنيك اللي بدي اهرب. لا تخوف انا راح اكون قدام، يعني راح اغطي عليك. نحن كسبانين باذن الله. اسمعوا، ثلاثه اثنين واحد الجو انترنت، كلكم دوروا على سلاحكم بسرعه. يخرب بيته، وين حطوا السلاح؟ ولك يا ابن الصرامي وين السلاح؟ يخرب بيتك. انا اذا ما رايتهم رح نبلش. ليكم شغل روسيات كمان، يا عيني عليك. حطيتي كولا عشان اذا عطشت. انا جاهزه. ليش هذا وين حطوا المسدس؟ معقول كنت حطوا بالكونسول؟ الله الله، هاي المسدس، هاي الرصاصات. لا حطيتي كولا كمان عشان اذا عطشت. اول مره بشغل اخو شرشبي جايكي. لحظة استحي السلاح، وينه؟ وين؟ لقيته. لحظة ليش هيك صغير تضحكوا علي انتو يا مين؟ سد فوزك شوي، لو وقت ما عرف رح نط السلاح تبعي خرب بيته من هون. ليكم يا عيني عليك على السلاح حاد، وهي طلقات هون كمان ممتاز. وحيطتي كولا مشان اذا عطشت. عبالة شاهد على روحك. طب مين عم يحكي؟ ام كرش رح تدور تدفح كثير من اول الجيم رايح تدور بالك. خذي هي أولي. ما اجت علي، انا بفرجيك يا عبالك كلب. سوك هي هاي الاثنين بيتخطاش وبس. يخرب بيتك. ولك يا بديش انا معك بالتيم، بدك تنشني من اول. يا عيني عليك من جدي، كتلي منه هدول، كتلي منه، ما كنا نخلص منه بسرعه. مع عبادة الله يصحك لو جايبي فرد حقيقي، كنت كبست رصاصه هيد شوت بنص راسها خلصنا منها، رحت اتجوزتها من تحسين. الله ورحت يا رجل سمعتك، بدك تتجوز لعم تحسين جواز ورصه. يخرب بيتك من حالك، بعد الكاميرا جبي حمرا انا بفرجيك. سوي هي ولي كانت روحتني. وين هي ام كرش؟ غيرت موقع شي؟ ولا خدوج وينك؟ هون يا حشره ليه بتقتلك؟ خد هي نفرتك. يا غداره يا حقيره، انا بفرجيك يا خدوج، طولتي باللعبه كثير انت اصلا. يخرب بيتك، بدك تموت اختك يا عديم الشرف والضمير، انا بفرجيك. بسوي هيك رحمي
نحن هلا بجيم ما في اخوي واختي، انتو هلا اعدائي بالدم المقابيلي، انتو لازم اضربكم اموتكم كلياتكم. طب بابا شو عم تعمل؟ كلها عم تضربوا علي. طب شو عم تعمل؟ ولك شبك شبك شو قد بتنق؟ بعدين انت مشان ايش حيطه؟ مو مشان نشرب منه وناخذ منه طاقه؟ بعدين انا رجال كبير، اذا ما شربت وخدت طاقه ما بحسن اكمل معتوم. بعدين تاني مره رح اجيب لي كوكا كولا، جيب لي فانتا بحبها اكثر. فانتا فانتا انا حق علي اخذتك بفريقي، رح تركني ازف من ايدك وركز بقى تطلع بضرب علي خسرنا. فرج خدود فرج، شلون بدي افنشو؟ بابا سبيت عندك قولي اخر عمي اموت عيني حشرة هاي. يا عيني عليك مجولة، رح له خلصنا منه. اوعك اوعك تسمع كلمة امك، ولك بعدين عيب عليك، امك هتوقع بيني وبينها، يخرب بيتك من حالك، بدك تموت ابوك. استناني اخلص الكولا على المالية. طيب يلا ماشي، امي صوب بدي استناك بخلص الكولا بعدين بفنشو. اه يا غبي بدك تستنانا وقت بيخلص وفوتك. فنشو خلصنا منه. ابو راحت عليك، يلا لبرا يا غبي. يخرب بيتك من حالك هديش، والله هديش. انا هيك حظي على طول، لما بلعب بالتليفون بيجيني فريق زبال، لما بلعب بالحقيقه بيجيني فريق زبال. والله طلعت مالك قليل يا ابو عبادة. قول لك ام عبادة زينك طولان، اول واحد بفريقك مات والدور عليكي، جهزي حالك. يخرب بيتك، ما بقي معي طلقات. يخرب بيتك ويخدوج القرش. نعم مي شبك انا طلعات يا غبي يخلص وش عامل؟ شاركت اللعبة على انتهاء وكسبنا. لعبادة ضرب لك شي طلقة بالهواء تعبيرا عن الفوز. يخرب بيتك من حالك، ايش بدي اعمل هلا؟ ايش بدي اعمل؟ لا اطل، ما في غير هالحل، حتى لو كان برد قوانين اللعبة. ابو عبادة الحق، انت حسين واقف على الشباك عم تنشر غسيل. شو؟ انت حسينه؟ حبيبة القلب عم تنشر غسيل جايينك. لا لا رجع بسرعة، رجع هذا فخ، هذا فخ، رجع تحكوا عليه. عندك وقف سبب في أرضها، ريحنا للتحسين. مو خدوج طعينه عدادك خلص، جهز حالك برا اللعبة. ام عبادة ام عبادة هذا غش، البوبجي ما فيه ام تحسين وما فيه هذا كذب. عبادة غطي علي، ايش بدي اضحك فيه؟ قلت لك لا تروح علوبي. يلا راحت عليك، بقرب لهون. عطونا 3-2-1 مع السلامة. يا حقيرة يا غشاش، شو الأوضاع عندك يا حلو؟ ما بي غيرك تشاهد على روحك. قولي بقيت لحالي أنا، لهي مؤامرة كبيرة. طيب اسمعوني اسمعوا، ايش رأيكم نعمل تحالف؟ لا تحالف ولا زفت، خالصين اللعبة كسبناها بإذن الله. خدوج خليكي معي، معك أمي معك. ما أطيبها قولك هزم، مو ضروري تتزهرمي، خلصينا منه وبعدين بدك اشربي. فوتي عليه بالخطة، بالخطة اتفقنا عليها. يلا يلا عمي يلا، هو بقى اخدناها وبطلنا نشرب. يلا يا طيبة سوس سوس. يلا ولك عبادة، سوزي عم تحكي معك، كل ما بتحكي معك النوم ايش عامل له؟ تعا شوف. لا يا مفكرتيني ابوك حتى يضحك علي. لا سوزي ولا بطيخ عندك ولا حاكم خالص. عطونا 3-2-1 من هنا مع السلامة. صحيح انا خلص طلقاتي. مرقت على خير، مرقت على خير. بابا لا تقول طلع ساحك على السما. قولي انا مع القاضي استفيد شي منهم، شو بدي اقطه هلا؟ ستوب وقفوا شوي، انا بابي معي طلقات، شو بدي اقطك؟ لعوني حل بسرعه. لا ما حسيتي، ما في وقت بالببجي. طلعي سلمي حالك، حط الساحك بالارض، خليني افنشك بسواب هيت شوت. هيت شوت صح، غير شو رحت عن بالي؟ بلاش سلاح بلا بطيخ، انا بعرف الطريقه شلون افنشو فيها. خدوج غير الخطه بسرعه. يلا فورا يلا. ولك عبادة شو هاد؟ شو بدك انت كمان؟ عندك يا حشره ومنقول لك جيم اوفر. ليه ما تبوبجي فيها ضرب بالبابوج؟ الحقك بالتانية. لا والله ما بتستاهل تاني، شفت الهيت شوت تبعت امك شلون بتصير؟ خدوج طلعي خالصين كسبنا للجيم. اه يا نصوبة يا محتالي، عم تربحي بالغش، الببجي ما فيها ضرب قوي بيجي يا حقيرة. يخرب بيتك من حالك، انت لسه عايش؟ ولك عين تحكي لسه بعد كل اللي عملته بدك انت حسين لسه؟ انت مو بدك انت حسين؟ تعال اعطيك اياها على السوا تاعه. وي يا ريت ما حكيت ولا